السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا قناة أتات الثقة، قناة كل العائلة. نقول لكم صحة رمضانكم، نقول لكم تصوموا بصحة ولهنا إن شاء الله، نقول لكم ربي يقدرنا على الصيام والقيام إن شاء الله، نختموا القرآن مرة وزوج وثلاثة، أمين يا رب العالمين. خياتي اليوم حبيت نشارككم وصفة خفيفة ظريفة لسهرة رمضان المبارك. أنا رايحين نديرو تارت الفخاز ولا تارت الفراولة بهاد المكونات اللي راني رايحة نقولهم لكم واش نسحقوا في هاد الوصفة. عندي هنا 125 غرام تاع المارغرين اللي هو نص باتي، عندي هنا زوج صفر تاع البيض، عندي هنايا زوج مغارف كبار تاع مزهر، عندي قرصة ملح مع شوية فاني، عندي هنايا زوج مغارف كبار تاع الزيت، عندي مغرفه كبيره تاع المايزينا، وعندي هنايا زوج مغارف كبار تاع سكر كلاص والفارينا اللي رانا رايحين نلمو بها العجينه بطبيعه الحال. ناخذ الغيسيبيون تاعي نحط فيها هاد 125 تاع المارغرين، نزيد لها زوج مغارف تاع الزيت اللي راهي رايحه تعطيها تبساس ما شاء الله العجينه تاعنا، نزيدو قرصه تاع الملح اللي هي مهمه، ونزيدو مزهر، يعني المكونات انا رايحين نحطو كلش على خطره هكذايا. نزيدو هاد زوج صفوره تاع البيض هكذايا، نزيدو نحطو منا مغرفه كبيره تاع المايزينا هكذا، زائد زوج مغارف كبار تاع سكر كلاص، نخدمهم كامل بيدي حتى يولو لي شغل اون بوماد هكذايا، باش نبداو نحطو لهم الفارينة نسعفوهم مليح مليح حتى يتجانسو المكونات مليح في بعضاهم. هاملك هنا المكونات تاعي دوبتهم مليح بيدي، سامحوني الصوت تاع الطيارة راهو داير حالة مع التصوير، الجمعة دائما يكون فيها هاد الحس هكذايا. و دوكا نبدا نحط في الفارينة حتى نتحصلو على عجينة طرية هكذا في مية تاع الفارينة. كما قلت لكم ما نعجنوهاش، لموها برك بين يدينا هكذا. هي ماهيش رايحه تاكل لنا كميه كبيره تاع الفرينه، نروحوا عليها غير بشويه برك باش ما تيبسلناش العجينه. انا هكذا نكمل العجينه تاعي، نلمها مليح مليح، نديرها في بلاستيك غذائي. هاي لك العجينه تاعي، هاو لك القوام تاعها، شوفوا شحال تجي طريه، تجي ما شاء الله، تجي هكذا بالسبلك وباك تغلبكم الفرينه باسكو ما راهيش رايحه تعطيكم هذيك النتيجه اللي رانا حابينها. هاي لك العجينه تاعي، حطيتها فوق هذا البلاستيك، وعندي هنايا هدايا المول اللي حنطيب فيه، حبيتو تاع الحديد هذا تاع الزجاج لا فورم كاري، المهم اللي راكو حابينه راكو رايحين تحلوا فيه العجينه تاعكم. هاي لك هنا بعد ما ارتاحت يا ربي واحد 5 مينوت راني دوكاتيك نحل فيها، ما نحلوهاش رقيقه بزاف بزاف وميم طو ماشي خشينه هكذا، ونديروها داخل المول نثقبوها بالفرشيطه ونخلوها تطيب حتى تاخذ لنا اللون الذهبي. درجه الحراره راهي رايحه تكون 170 ولا 180، انا الفرن تاعي هوائي راني رايحه نديرو على 170 هكذا. نحلو لاباط تاعنا باش نجوزو كي طيب نوجدو لا كريم باتيسيير اللي رانا رايحين نزينو بها. دوكا كي راهي فوق الكيس راهي رايحه ساعدني الخدمه، نحطها هكذايا لداخل ونكمل نسقمها كامل على الجناب هكذا، نحي الكاشي شوفوا بكل سهوله. دوك نسوي لها هذا الجناب كامل بيدي، نسعفوها شويه حتى تاخذ لنا هذيك لا فورم الشابه داخل المول تاعنا، نسيو ندخلو هكذايا لداخل مليح باش شغل هاد الفيد هنايا يتعمر بالعجين هكذا. شوفوا لاباط تاعي انا راهي جاتني قيس قيس، يعني قيس المول اللي راهو عندي. ولا حبيتو ترقوها شويه على هكذا على اللي درتها انا، تقدروا ترقوها شويه، راكو رايحين تكسبوا وحده صغيره ولا زوج من هذوك الصغيرين كامل اللي ميني. ولا حبيتوها هكذايا يعني تكون فيها هكذايا شويه مرفوده شويه هذيك لاباط، خلوها كيما راهي. نكمل باك نساويها مليح مليح كيما قلت لكم وندخلها للفرن. وهنا نجوزو نوجدو الكريم باتيسيير تاعنا. عندي هنا نص لتر تاع الحليب، هاوليك نحطو داخل الكاسرونه هكذا، نص لتر تاع الحليب، عندي معاهم زوج مغارف تاع السكر، السكر العادي هنا تنقصو ولا تزيدو حسب الذوق تاعكم. عندي هنا زوج مغارف كبار معمرين مليح تاع المايزينا، حطوهم لداخل، وعندي هنايا زوج حبات تاع ولاد الدجاج، ديروا كلش نخلطوهم مليح مليح ونحطوهم من بعد
فوق النار حتى يتقالوا. هاد المرسو تاع الزبده رانا رايحين نديروه اخر شيء. شعلوا عليهم الفرنو ونقعدوا نحركوا باش ما تلصقناش المايزينا. كريم باتيسيير تاعي هاي اللي راهي واجده، شوفوا كيفاش راهو القوام تاعها. انا هنا نحط لها هاد المرسو تاع الزبده ونكمل نحركها مليح مليح هكذايا حتى تنسجم وتولي ليس وتولي تبريي تاني. شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله. في هاد الوقت نشد الطاقت تاعي اللي طابت باللون الذهبي ونفلغ داخلها هاد الكريمه هكذايا ونوزعوها كامل بالمغرفه. نحل راهو داير حاله كيشم ريحه السكر راهو يجي. اخر مرحله عندي هنايا هاد لي فخاز، نبدا نقطع ونستفها لداخل، نزين بها الطرت تاعي، زينوا بالطريقه اللي راكو حابينها. نديروا حبه حبه قدام حبه حتى نكملوا كامل الكميه، من بعد نشوفوها واجده في طبق التقديم. بصح قبل نشدوا شويه لا جولي نمسحوا لها الوجه باش تخرج هكذايا تبريي الطرت تاعنا تاع لي فخاز. تقدروا ديروها تاني في صغار، ماشي شرط هكذايا مول كبير، تقدروا ديروا المول صغير هذوك لي ميني تارتيلات هكذايا. انا نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه. الطارت تاعنا راهي واجده، هاوليك الشكل تاعها النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم، جات طريه هذيك لا كريم باتيسيير، جات من اروع ما يكون. ان شاء الله تجربوها. كانت هذه هي الطاوله اللي اقترحتها عليكم، خفيفه ظريفه، طاوله تاع سهرات رمضان المبارك. ان شاء الله كيما نقولوا نصوموه بالصحه ولهنا ونكملوه كامل بالصحه ولهنا. دوكاتي كان واش نقول لكم، نقول لكم الفيديو وصل للنهايه تاعو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم وصحه فطوركم وصحه سحوركم، وتبقاو على خير يا وجوه الخير.